صباح بالظبط. زهقي. انا عايز اعرف منك بس ايه سبب اسم سوكا ده؟ انا كنت زمان قبل ما اجي النادي الاهلي انا كنت بلعب في نادي الصيد، فكان في مدرب هناك كان كل ما بيشوفني كان هو انتي سوكا، هو ليه هو لا انتي سوكا انت تعرفي يمكن كنت موهوبه وسط البنات اللي كانوا معايا في الفرقه، فما اعرفش ليه طلع الاسم ده، بس هو الاسم يعني زي نقول لزق معايا لحد ما جيت بالظبط. الاهلي. مشاركة منتخب مصر لكرة السلة كأس العالم، شايفة المنتخب هيقدر يعمل ايه وهيروح فين؟ والله انا شايفه ان المنتخب في كاس العالم يعني هو في الاول بيلعب بطوله افريقيا، لازم نطلع من اول توب فور عشان نقدر ان احنا نروح كاس العالم. حاسه ان المنتخب موجود قادر ان هو بدنيا كويس، يعني فيزيكال ومنتال كويس قوي ان هو يقدر ان هو يتاهل لكاس العالم. مش حاسه والله ان احنا ناقصنا حاجات كتير، يمكن بس لو معدل الاعمار بتاع الفرقه زاد اكتر. يعني احنا يمكن في مصر مش في الباسكت بس، اوكي. البنت لما بتوصل سن معين لا خلاص انت كبرتي لازم تبطلي، على عكس كل اللعيبه في دول تانية الافارقه لما بيكبروا بتخلف وبترجع عادي، الحاجات دي موجوده عادي. عادي. الاحتراف يمكن في الدول الافريقيه اكتر من مصر، فيمكن دي الحاجات اللي بتحافظ على مستوى اللاعبات ان هم يفضلوا في توب فورم، يفضلوا مكملين دايما للمنتخب. احنا هنا عندنا هي منتاليتي يمكن في مصر ان البنت لو وصلت سن معين خلاص انت لازم تبطلي، كرة لانك السلة ليها سن ايه؟ يعني مثلا لو حد كملت ل 32 سنه تبقى نجمه، يعني انها قدرت تكمل 32 مع ان بس بره مصر معدل مفيش الاعمار مش طبعا اكبر بكتير مننا، بيكملوا لحد بيكملوا 31. لحد احنا كنا 37.